بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم معاكم في الفيديو ده عن الديزاين اوف كومبوزيت سلاب. بيديني مثال بيقول check the adequacy of the continuous composite profile deck slab with spans 3.5 متر، يعني السبان بتاع السلابة 3.5 متر. The cross section of the profile sheeting is shown in figure. The slab is propped at the center during construction stage. أثناء عملية الإنشاء السلابة أنا دعمتها بدعامة في السنتر، يعني قسمت السبان اللي هو 3.5 متر ده لواحد 75 وواحد 75، ومديك إن الـ FCU بـ 20 نيوتن على المليمتر المربع، والـ F yield بـ 280 نيوتن على المليمتر المربع. طيب مديك بعد كده شكل البلاطة عاملة ازاي؟ بيقول لك انا عندي هنا سمك الخرسانة بس 95 ملي، بيديك ارتفاع الشيت ده 55 ملي اللي هو 30 و25، ارتفاع السنتر ده 30 ملي، الحد ده اسمه البينوت اللي هو 162 ده، بس هو كان المفروض يكمل لحد الاخر شوية كده. السكنس بتاع البروفايل ده 86%، بيديك بعد كده داتا زي ايه؟ زي اليلد ستريس، زي السكنس، زي الافكتيف اريا في البلاستيك مومنت. ايه البلاستيك مومنت ده؟ المومنت اللي بيشيل القطاع، اللي هو اللي انا لما اجيب لما اعمل ديزاين بقى للمومنت هقارن بيه. ومديك السنترويد اباف بيز اللي هو 30 ملي. مديك بعد كده ريزيستنس اوف فيرتيكال شير، ده الشير اللي القطاع بيشيله. مديك بعد كده حبه الداتا لود الامبوزد لود اللي هو اللايف لود على الكومبوزيت سلاب. الديد لود اوف سلاب ده الديد لود، والكونستراكشن لود ده اللايف لود على البروفايل شيت 1.5. دي كلها احمال ورك كده هحولهم لالتيميت. هضرب الديد لود في 1.4 واضرب اللايف لود اللي هو الامبوزد والكونستراكشن لود في 1.6. طيب عشان اعمل ديزاين بيبقى عندي لازم اجيب حاجه اسمها الافكتيف لينث اوف سبان، العمق او البعد الفعال من السبان بتاعي. قال لك الافكتيف لينث عباره عن ال ناقص بي زائد دي. ال اللي هو 3500 مللي اللي هو كان 3.5 متر، ناقص 150. مين 150؟ هو قال لك هو بيفرض ان البلاطه ديت او الشيت ده متشال على كمرتين. الكمره بفرض ان قطاعها الفلانج بتاعته عرضها 150 مللي، تمام. والدي اللي هو العمق depth of the sheeting. هو هنا الديبس بتاع الشيت المفروض ان هو 55، بس هو كمنه اصلا مغير في المساله ودي مش المساله الاصليه، فهو خدها زي ما هي ب 70 ملي متر. وقمت قسمه على 2 لان بروبد قلنا في الاول قسمه السبان ل 2، تمام. عايزين نجيب بقى المومنت، نخش على المومنت. المومنت اللي عندي مومنت بوزيتيف مومنت نيجاتيف عادي خالص. المومنت الساجنج مومنت هو المومنت البوزيتيف بيساوي ال W ultimate ديد على 12 زائد W ultimate life على 10 في ال L effective تربيع. ده طبعا اللي هو اللايف ده اللي هو مين؟ اللي هو بتاع الشيت اللي هو construction load اللي هو 2.4. هجيب المومنت البوزيتيف اللي هو الساجنج مومنت، وهجيب الهوجنج مومنت اللي هو النيجاتيف مومنت ب 1.77. لما اجي اصمم هشتغل على الماكسيمم اللي هو 1.77. اجيب الشير القطاع، الشير عباره عن نص ال W عند الـ A، الـ A اللي هو عند الـ B، والـ B اللي هو عند البروب. طيب الشيت بكام؟ قال لك نص W ultimate dead زائد نص W ultimate life اللي هو برضو بتاع الـ construction load، وضربهم في الـ effective span، واخد منهم اجيب عند الـ A وعند الـ B، واخد منهم الكبير اللي هو 5.92. عايز اعمل تشيك على المومنت. المومنت البلاستيك ديت بقسمها على معامل التخفيض اللي هو الجاما اس او الجاما بي اي اللي هو 1.15. طبعا الام بلاستيك دي اللي هو اصلا مديلك فوق في الداتا اهي، بلاستيك مومنت اوف ريزيستنس مديلك انها الام بي ب 4.92 كيلو نيوتن على المتر للمتر الطولي. طيب يبقى انا جبت المومنت اقارنه بالمومنت دي، قسمت على 1.15 ب 4.27، وانا عند المومنت اللي طالع عند 1.77 طلع سيف. اقول له ايه؟ The profile deck is safe in flexural at construction stage. هتشيك على الشير نفس الكلام، هو مديني ال VBA 49.2، هقسمه على معامل التخفيض 1.15 دي 42، هيطلع طبعا اكبر من الديزاين اللي انت جايبه اللي هو 5.92، فيبقى سيف في الشير. هعمل تشيك على الديفليكشن، اتعوض في القانون ال W في ال effective اس 4 على 185 او كل ده. عندي كلها ايه؟ داتا معاك تعوض بيها وتقارن بالدلتا ماكسيمم اللي هو سبان على 1068.
ده كله كان كنت بصمم ايه، كنت بصمم البروفايل شيت بكل الداتا بتاعته. لما اجي اصمم الكومبوست سلاب هشيل البروب، هو قال لك ان البروب موجوده بس اثناء عمليه الكونستراكشن. The slab is propped at the center during construction stage. بقالش ان هي موجوده اثناء عمليه ديزاين الكومبوزيت سلاب. يبقى انا هنا بعمل ريموف للبروب. هبدا اجيب، يبقى كده عندي لما جبت بروب بقى الديستنس بتوين سنترز اوف سبورتس من السنتر للسنتر 3.5 متر، فانا عايز اجيب برضه الافكتيف سبان. فيبقى عندي ال 3.5 هطرح ال هطرح من الجنبين دول، هطرح هطرح من 150 كام؟ 75 من هنا و75 من 100 اللي هو كام؟ اللي هو 100 اللي برضه 150 ملم. وهشيل الدبس بتاع البلاطو افكتيف دبس اوف سلاب، هو برضه مغير هنا في المساله الاصليه المفروض ان هي 12 بس هو هنا مغير في المساله، فانت دي تعوض عنها، تعوض عنها ب 95. الدبس بتاع السلاب هنا هو 95. طيب عملت انا هنا جبت الافكتيف لينس هيطلع ب 347. The design ultimate loading، انا عايز اعمل بقى ديزاين للكومبوزيت سلاب. الديزاين ultimate loading احنا هنحملها بايه اصلا؟ ديد لود ولايف لود. الديد لود اللي هو الالتيميت 37، واللايف لود اللي هو مين؟ اللي هو الامبوزد بعد ما انضرب في الفاكتور اللي هو 1:6. هجيب الفيرتيكال اللي هو الدبليو التلات العشر 57 في ال كله 3.5 على 2. المفروض دي برضه كانت بقى 347 اللي هو الافكتيف لينز. الدكتور طبعا متفهمش هو بيعمل ايه. الام ديزاين انا عايز اجيبها اللي هو برضه اللود في 347 تربيع على 8، دبليو في ال تربيع على 8 عادي خالص، دي طبعا مش موجوده في الورق فانت تزودها. تشيك على المومنت، انا جبت المومنت وجبت الشير، هبدا اعمل تشيك على المومنت. تشيك على المومنت ازاي؟ قال لك ان التنشن بيساوي الكومبريشن بيساوي الاي في الاف يلد على الجاما اس. طيب اصلا الاف هو هنا بيشتغل بالسرندليك، فانا عشان احول من سندليك لكيوبيك اللي هو الاف سي يو بضرب في بوينت 8، والقانون اصلا بوينت 45 من 100 السي ده في الاف سي يو في البي اكس. انا عارف الكلام ده كله دلوقتي. هبدا اجيب الاي بي، الاي بي اللي هي الافكتيف اريا اللي انت اصلا مديها لك، والجاما اللي هي معامل التخفيض. قال لك هنا ان التي هنيجي يعني دلوقتي، التي عباره عن ايه؟ التنشن بيساوي الكومبريشن، التنشن بيساوي الاي بي في الاف يلد على الجاما ايه. الاي بي طبعا في المعطيات فوق ب 1185، في الاف يلد كان ب 280 نيوتن على ملي متر مربع، حولتها للكيلو متر على متر مربع، وقسمتها لمعامل التخفيض 15 طب كام؟ ب 289. الاكس قال لك الديزاين اوف سترينث اوف كونكريت 7.2 جت، ضربت الاف سي يو اللي هي 20 ضربتها في 45 من 100 في 8 من 10 اديتك 36 من 100 ديت. 36 من 100 دي اللي هي ايه؟ اللي هي 45 من 100 في ال 8 من 10. جابت لك كام؟ 7.2 من 10. يبقى الاكس عباره عن التنشن على البي. البي اللي هو خد شريحه 1 متر وهيشتغل عليها في 36 من 100 في الاف سي يو اللي هو كان كله ب 7.2 من 10. جبت انت الاكس ب 40.1%. ابدا اجيب المومنت ريزيستنس، المومنت القطع ده بيشيل قد ايه؟ المومنت ريزيستنس عباره عن التنشن في الدي بتاع البلاطه اللي هو سمك البلاطه ناقص 4 من 10 الاكس اللي انت لسه جايبها من شويه فوق. طيب التنشن انت جبته بكام؟ ب 289 في الدي بتاع البلاطه، المفروض يحطون هنا كام؟ ب 95 بس هو حطها ب 12 ناقص 4 من 10 في 4%. يبقى انا كده جبت الام بلاستيك بي، جبت الام ريزيستنس ب 30، وانا اصلا جايب قيمه المومنت ب 15، فانا كده القطع كده مطفي يبقى سيف سفيشنت. هتشيك على الفيرتيكال شير، تشيك على الفيرتيكال شير قال لك ان الفي في ده القانون بتاع الفيرتيكال شير، البنيوت على البي في الدي بي في التاو ار دي في الكي في في 1.2 زائد 40 رو. مين بقى الدي بي والتاو ار دي والحاجات ديت؟ قال لك الدي بي ديبس اوف سنترويدال اكسس، والتاو بيزك شير سترينث اوف كونكريت، والكي في الاوز هاير شير سترينث فور شالوور ممبرز، والرو الاوز اسمول سنتريبيوشن ديو تو شير. الرو اللي هو ايه؟ معامل توزيع تقريبا حاجه زي كده. الاريا بلاستيك بتاعت القطاع على البي نوت في الدي بي. الاريا اللي هي مين؟ اللي هي البوينت 8.6 اللي هو التي بي اللي هو سمك سمك البروفايل شيت في 162 اللي هو قلت لك عليها قبل كده اللي هو البي نوت،
ال162 ديت البي نوت، تمام. هيبقى عندك التي بي في البي نوت زائد 60 من 60 دي، قال لك اللي هي ال 2 اي. احنا قلنا فوق ان الاي اللي هي بعد السنترويد عن البيز 30 مللي، هضربها في 2 بقت 60، ناقص 13 على ال 162 في ال 120 اللي هو البي نوت في الدي بي. طيب ال 13 دي اللي هي مين؟ ال 13 دي اللي هي البعد ده اللي هو الجزئية دي 13 اللي هي دي، هتلاقي نفس الكلام هنا برضو. يبقى عندك ال A B عبارة عن ال بوينت 6.8 اللي هو T في ال 162 اللي هي ال B نوت ناقص 2 في 30 ناقص 13 اللي هو الميل ده، المسافة الأفقية أو الإثقاب بتاع الميل ده اللي هو 13 دي. طيب فانا كده جبت الرو اللي هو معامل التوزيع، عايز اجيب المعامل اللي هو الكي في. كي في قال لك 1.6 ناقص الدي بي اللي هو كان سمك البطاطا الخرسانيه اللي هو ب 12، يبقى 1.6 ناقص 12 من 100 ب 1.48. التاو ار دي ده البيزك شير سيرنس 3.10 نيوتن على الملي متر المربع. نعوض بقى في القانون البي نوت على البي. البي بتاعت فلانجه اللي هي البي اللي هي يا ربي، لا البي اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم اللي هي دي 300، هو اصلا مديها لك هيات، يبقى البي نوت اللي هي 162 على 300 ديت، تمام. هيبقى عندك هنا البي نوت على البي في الدي بي اللي هو 120 في التاو ار دي اللي هو 3.10 في الكي في اللي انت لسه جايبه 1.48، 1.2 زائد 40 في الرو، والرو اللي هو 9 من 1، هيطلع لك بالرقم ده. هقارنه بالفي اس دي اللي هو كان اللي انت حاسبه من شوية هنا اللي هو دوت اللي هو 10.57، وتقارنه هيطلع صفر واكبر منه هيطلع صفر. تشيك على السيرفيسابيلتي، قال لك ان الكراكنج اوف كونكريت ابافنج سبورتنج بيم، قال لك ان الاريا اوف رينفورسمنت بتساوي 4 من 10% من الاريا اوف كونكريت، يعني 4 على 100 في قلنا ان هو شريحه 1 متر يبقى 1000 مللي في 90 اللي هو ارتفاع الخرسانه اللي هو هنا اصل 95 بس اختار 90، 360 ملم مربع للمتر 8×8 ديفليكشن السبان على الديبس، السبان اللي هو التراك اللي هو الافكتيف سبان على ال 120 اللي هو الديبس اقل من 32 هيبقى سيف. وده يبقى كده خلصنا اول حاجه اللي هو ديزاين اوف كومبوزيت سلاب للفرقه الرابعه مدني خرسانه اختياري. شكرا.